السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه، قناتكم وصفه افكار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو خاص، فيديو مغاير على الفيديوهات السابقه. اليوم ان شاء الله بنتشارك معكم الفرحه ديالي بتوصل بالدرع الفضي، الدرع اليوتيوب، واخيرا توصلنا به وما حليتوش. يعني بغيت نخليه حتى نشارك معكم الجائزه، يعني جائزه استحقاق. كل قناة كتسحق هذه الجائزة أو شهادة تقديرية ملي كتوصل 100,000 مشترك. كما كتشوفوا راه باقي مسدود، وتوصلت به تقريبا هذه شهر، يعني ماشي دابا، نهار 23 شهر 5 في رمضان بالضبط، يعني في رمضان 23 شهر 5 باش توصلت به وما حليتوش وما لقيتش فرصة باش نصوره. واليوم مكتب أن نصوره ونشارك معكم هاد الجائزه هادي او هاد الشهاده التقديريه. كل وحده، كل يوتيوبرز كتحصل على هاد الشهاده الاستحقاق، الجداره ويعني التعب ديالها والخدمه ديالها، يعني كيعطيو هاد الشهاده بمثابه يعني تشجيع باش دائما تعطي ما ترجعش للور، دائما تستمر في القناه ديالها. بالنسبه لهاد الشهاده بنتقاسمها معكم، لان ماشي ديالتي حتى ديالكم، لانكم بلا بيكم نتوما راه يعني القناه راه ما غاديش تزيد لقدام، لان كل واحد يعني كيكمل الاخر، يعني نتوما وانا، انا بالخدمه ديالكم، نتوما بتشجيعاتكم بالدعم ديالكم القناه كتزيد لقدام، بلا تفاعلاتكم وبلا يعني تعليقاتكم، بلا يعني الحب ديالكم وبلاد يعني تشجيعاتكم، راه ما نوصلوش يعني هاد المرتبه هادي، هاد المستوى. وتقريبا يعني دابا القناه قريبه توصل ان شاء الله 200,000. حاولوا انكم تشجعوني وتدعموني. كما كتعرفوا دابا القناه راه شويه نازله، يعني ما كاينش تفاعل. حاولوا انكم يعني تزيدوا عاوتاني تشجعوا، تبارطاجوا القناه ديالي مع الاخوات، مع الاصدقاء، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، باش انا يعني نعطي حاجه، نعطي حويجات، يعني فيديوهات جداد في المستوى. المهم بلا كثره الهضره، ديروا واحد زغريته زغرته زغرته كنضحك معكم. المهم بالنسبه لهاد الدرع غادي نحلوه ان شاء الله دابا. هذا التعطل ما جانيش في الوقت، يعني هذا انا اللي ما صيفطتش ليهم، يعني اي وحده ملي كتوصل 100,000 خاصها تراسل اليوتيوب، يعني تراسلهم باش يصيفطوا ليها هاد الدرع. ولكن انا ما كنتش عارفه حتى بقيت يعني توصلت 100,000 شي حاجه. المهم ديت راسلتهم دغيا كيجيك، يعني ماشي كيتعطل الا راسلتيهم، كيصيفطوا لك واحد الكود، والكود راه صيفطوه ليا وما شفتوش، ما شفتوش الميساج في الرساله، الرساله ما شفتهاش اصلا. من بعد ما شفت الرساله ديالهم صيفطوا لي الكود ما شفتوش، بان لي مع الكتابه كثيره ما بانش ليا، يعني بقيت واحد الاسبوع باش شفت الرساله وشفت الكود. ملي دفعت كيقول لك تدخل واحد الصفحه، يعني غتكتبي ديك الكود ديالك باش ما يراسلو يتاكدوا يعني من القناه هكا سميتها، اش من سميه بغيتي يتبعوا لك في هاد الدرع، يعني هما تيطلبوا منك السميه. انا سمي اللي عندك في القناه اوليت شي سميه اخرى، كان عليا انا ندير وصفات افكار واخواتها انا بلا بيكم نتوما الاخوات، نتوما اللي يعني شجعتوا هاد القناه طلعت وصلت لهاد المستوى. نحلو شويه مضيق، طبعت فيها وصفات افكار، قناه وصفات افكار، يعني خصني ندير وصفات افكار واخواتها، اخواتها هما نتوما. يعني راه مزير بالنسبه لهاد الدرع، راه كيجي حتى لدار الدار، يعني ماشي كتمشي تجيبيه. بالنسبه للاخوات اللي عندهم القنوات باغيني نعرفو كيفاش كيجي حتى لدار الدار، اللي قراب يوصل 100,000 كيجي حتى لدار الدار. الفاكتور تيقولك عطيني يعني لاكارت ديالك باش يتأكدو، صافي كتاخد الدرع ديالك. وها هو جبدناه اخيرا بسم الله، مش باقيش حاجه لداخل،
صيفطين هادي. يعني هاد الدير راه يمكن تبدل، مابقاش ماشي بحال الاول يعني، المهم هادشي اللي كاين. كتشوفوا راه الشكل ديال البواطه هي هادي، جاني بحال هكا، ما جانيش فشي صندوقه، جاني بحال هكا. طال هي مول فاتو بحال هكا، هانتوما هادي ما عرفتش شنو هي، تنحلها. وهاد الوريقه راه كارفي زيت مكتوبه بلونتي، هادي باش كتغطي الدرع، ايوا. وهادي شهاده يعني كيكتبوا لك يعني استحقاق ديالك، انا ما قريتهاش في الحقيقه، مكتوبه باللونجلي هي هذه الشهاده. شوفوا المهم الاخوات اللي باغيين تعرفوا عليها هي هذه، صافي. وكتمشي معاها درع وصفات افكار، كما قلت لكم خاصني ندير وصفه افكار، وصفه افكار واخواتها. الحمد لله والشكر لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل ليكم نتوما وليا، يعني كنهدي لكم هاد الدرع كيطي اول مره. هانتوما الشكل ديالو هنايا من الضو، تقدو تعلقوه يعني على هانتوما اول مره غادي نشوف يعني هاد الدرع. يعني في بعض الخطرات كنشوف الاخوات اللي توصلوا به ما شفتش يعني وصفوه ليا، وصفوه زعما مزيان، ما عمرهم ما وراونا زعما كاين اللور ديالو كي داير. هذا راه فيه بلاصه العلاقه، تعلقيه حتى في الحيط، شتو تعلقيه ولا توقفيه هكايا على السيبور شي في الصالون في الكوزينه. هانتوما الشكل ديالو، وصفه افكار، 100,000 مشترك. وهادي راه بزاف درا مع سباش، راه عود يمكن هذا ولا مات حديد، راه ثقيل شويه، عرفتي كتحسوا بواحد الاحساس يعني ب يعني داك التعب اللي درتي في القناه والخدمه، واخا هكا كتمشي كتقولي يعني ما كتصور يعني الاحساس، واحد الاحساس زوين كتاخذي هاد الدير. بالنسبه لهادي نوريكم شنو فيها، ما حليتهاش ما عرفتش واش شنو هي هادي، والله ما عرفت شنو هي هادي، يعني اول مره غادي نشوفها. يعني اخوات اللي كيحلوا الدرع ما عمرني شفتهم جبدوا هادي، واش باش كتحافظ على هاد الدرع ملي كيصيفطوا، يمكن ما عرفتش شي حاجه بحال الجيل، ولا باش كنمسحو يمكن نمسحوه، يمكن برودوي باش يتمسح باش يبقى مزيان، يمكن باش يتمسح. وهادي راه مرايا يعني كتبين لك الوجه ديالك ماشي غير جاجه. وكنصح الاخوات اللي قراب يعني يوصلوا 100,000 مشترك، يعني حاولوا يعني خدموا 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 باش يوصلوا ليها، وان شاء الله راه حتى حاجه من بعيد عند الله، يعني كلشي قريب غير بالخدمه، ضروري الخدمه 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 والصبر باش توصلي لاي حاجه بغيتيها، وبالطموح يعني والامل، يعني ماشي وحده كتبغي تحل القناه على قبل الفلوس او لا على يعني. واحد الاخت سولتني بحد تعليق مؤخرا، قالت لي يعني القناه شحال ديال الوقت باش تخلصي، راه ما كاينش شحال ديال الوقت، شهر ولا شهرين ولا نهار ولا لا، قضيه خدمه ماشي قضيه انك تحلي القناه حتى غتخلصي، ما كايناش هادي، غتحلي القناه انك غادي تخدمي صافي، الفلوس اخر حاجه تفكري فيها، الفلوس ماشي ما تفكريش في الفلوس في الاول، الخدمه وتتقلق القناه بعدا، وعاد باش ديك الساعه يعني تخدمي يوميا يوميا، ديري فيديوهات باش يلا توقفي على رجليك. وكاين اللي كوصل دغيا، كاين اللي ثقيل، كاين اللي دغيا دغيا توصل سبحان الله، يعني كل وحده وقناه ديالها. بالنسبه لي انا راه ثقيله، ماشي دغيا دغيا، انا راه قناه يعني راه ثقيله بزاف، ومتفاعلاش ماشي فيها تفاعل كثير، يعني شويه شويه ما بين مره طلع مره متوسطه مره، يعني القناه ديالي ماشي شي حاجه، وكان ومازال عندي طموح ان نوصل يعني زاد القدام هكا، ولما لا كل وحده كتبغي تكون احسن وتكون في مستوى داكشي اللي باغ. الحمد لله انا يعني واحد كيطمح دائما الاكثر، يعني خص الخدمه
الخدمه هي اللي كتعطيك النجاح، ما كاينش خدمه ما كاين والو. انا مره مؤخرا بقيت يعني كاينه شي خدمه هكايا ماشي يوميا تلوح، علاش؟ لان كنشوف القناه ما كاينش تفاعل فيها، داكشي علاش واحد كيحس باحباط، كيحس صافي تيقول ما كاين والو. لانه ملي كتبغي تحطي شي حاجه تحطيها باش يشوفوها الناس، كتحسي بواحد يعني راه الناس كاينين معاك، يعني راه كيشوفوك. ملي كتشوفي ما كاين والو كتقولي ما كاينش كي تم، بحال دابا واحد المحل حال كيبيع ويشري وكيشوف الناس ما كاينينش، يعني بقى ديما اللي حنا بقيت تسنى يرجع اللور، يرجع ما غاديش يبغي يحل صافي غادي يرجع فايت وغيسد المحل ديالو ما كيدخلش، فهمتي؟ يعني ضروري خاص التفاعل بكم وتشجيعاتكم ودعمكم باش نكملوا بعضياتنا هكا، كلشي كيستافد، انا نستافد وانتم تستافدوا. يعني قناه دائما خاص اليد وحده ما كتصفقش، ضروري التعاون. المهم كنهدي لكم هاد الدرع، وكنشكركم بزاف، كنشكر جميع الاخوات المغربيات جزائريات مصريات عراقيات خليجي كلشي، ما كنميز حتى شي وحده، سواء اوروبا امريكا المغرب العربي فيما كانت، اي وحده كتشوف القناه ديالي وكتعجبها القناه ديالي كنشكرها بزاف. واللي اكتشفت القناه ديالي دابا نتمنى انك تشاركي فيها، ونتمنى انكم يعني دعموا هاد القناة، دعموها يعني راه نحس مؤخرا ماشي تدلي، يعني القناة غادا الله، حاول انكم تشجعوني اخواتي ودعموني، وهكا هادشي اللي غادي نقول لكم. كنشكركم بزاف، يعني احساس ديالي راه كلمات راه ما عادش نقدر نعبر لكم الاحساس ديالي من العمق، يعني من قلبي كنشكركم بزاف. بلا بكم راه ما غادي ندير والو، انا بلا بكم راه بكم باش وصلت هذا المستوى. شكرا 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 بزاف، مع السلامه، مع فيديو جديد ان شاء الله. سخفتني راه عرفتي فرحانه بزاف، كنشكركم بزاف، مع السلامه، مع فيديو جديد ان شاء الله. بالتوفيق للجميع، بالتوفيق اخوات اللي غادي يحلوا قناه وباغيين يوصلوا، كنقول لكم صبروا 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 صبروا، غادي توصلوا للحاجه اللي باغين. سلامه.